بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اخوكم نور الحق من معرض غصن الزيتون. النهارده بنسلم عربيه سوزوكي فان موديل 2022 سوبر بلس اس زد، عربيه جديده للحاج سعيد عبد الحفيظ من محافظه الفيوم. حابين بس نعرف رايه في المعامله بتاعت الناس الموجوده داخل المعرض ورايه في العربيه. اول حاجه، ايه رايك في العربيه يا حاج؟ عربيه ممتازه وما شاء الله، يعني اللون وامكانيات العربيه شكل جميل جدا. تمام، وامكانيات جميله جدا، ومقابله الناس هنا ونعم مقابله محترمه وناس محترمين، خلي بالك. واللي احنا يعني عاوزينه كحتى في الاسعار عملناه وخدناه. تمام قوي، محدش اثر معاك في حاجه؟ لا والله ما في اي تاثير في اي شيء، وكله تمام وناس يعني 10 على 10. دفعت واستلمت وانت واقف على طول؟ دفعنا واستلمنا والله ما ناقص اي حاجه. تمام، ما حدش قال لك ادفع وتعالى استلم بعد يومين ثلاثه؟ لا لا لا، يعني احجز ولا بتاع. احنا لسه جايين من الفيوم حالا، ما كملناش نص ساعه، واجراءات العربيه كله بمجيتنا بكله ما خدناش نص ساعه. تمام يا حاج. طب حابينك تقول كلمه برضه للناس اللي بتتابعنا دلوقتي وبتشوفنا، تقول لهم ايه؟ اقول لهم والله هنا معامله احسن تعامل، وكل اللي موجودين وكل الناس اللي قابلتنا كلها ناس محترمه. ربنا يبارك لك يا حاج. الله يبارك فيك. الله يكرمك. تمام يا حاج. طب الحاج برضه، الحاج حسين برضه، حابينك برضه خدتك تقول لنا كلمه برضه عن المعرض والمعامله بتاعت الناس والعربيه. الحقيقه انا سمعت على المعرض من خلال البحث على النت. تمام يا حاج. واتضح لي انه معرض مش قليل ومعرض كبير وفي السوق ومعروف في السوق، فلما جينا احنا كنا مش متخيلين ان احنا نمشي بالسرعه دي. تمام. الا ان مقابله الناس ناس محترمه والبضاعه بتاعتهم جاهزه وما بيأثروش في اي حاجه مع الزبون بتاعهم. والحقيقه انا بشكرهم على المعامله الراقيه دي. وعندهم العربيات حديثه جدا واحدث عربيات، وما بيغشوش، ما بيقولوش فيه كماليات وما بتبقاش فيه او مؤاخذه قبل بعد ما تدفع وتيجي تستلم تلاقي حاجه ناقصه. لا، الحقيقه كل حاجه زي ما قالوها وطلعت من بقهم لينا اللي هم قالوه مظبوط. واحنا بنشكرهم على الجهد اللي قاموا بيه ده وعلى المعامله الراقيه اللي بيتعاملوا بها مع زباين. ربنا يبارك. شكرنا. الاستاذ برضه عبد الرحمن معانا برضه كده، حابين برضه نعرف رايك في العربيه ورايك في المعامله بتاعت الناس. ما شاء الله المعامله زي الفل. العربيه يعني السوبر اس زد مش موجوده الا في المعرض ده. تمام. وانا سالت عليها وما لقيتهاش غير في معرض غصن الزيتون. ما شاء الله يعني العربيه زي الفل وربنا يبارك فيها. يعني سالت عليها في اي حته تانية ما لقيتهاش؟ اه صح، ما لقيتهاش الا في معرض غصن الزيتون وبس. صح، اللي هي السوبر بلس اس زد. مظبوط، العربيه الكامله. مظبوط. طب حابينك برضو تقول كلمه للناس اللي بتتابعنا دلوقتي على اليوتيوب، تقول لهم ايه؟ احب اقول لهم معرض غصن الزيتون موجود في العربيه الاس زد السوبر بلس، وعربيه جميله وما شاء الله زي الفل. وحابب اقول لهم انهم لو حد عايز يشتري العربيه دي يجي في المعرض، والعربيه موجوده والاجراءات ما بتاخدش حاجه. تمام قوي. في النهايه بنتمنى من ربنا ان يديكم خيرها وفيكم شرها. امين يا رب. شكرا لك يا حاج سعيد. شكرا لك يا حاج سعيد.